نرحب مشاهدينا الكرام بضيفنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي سيد حسين السبعوي. مرحبا بك يا استاذ. اهلا وسهلا، حياكم الله. اهلا بك. وينضم الينا عبر الهاتف ايضا من بغداد استاذ العلوم السياسيه الدكتور قحطان الخفاجي. اهلا بك دكتور. يبدو انه لم يجهز بعد، نبدا مع استاذ حسين. نعم، في بغداد اذا تظاهرات، في البصره، في النجف، في الديوانيه، في مختلف المدن العراقيه. هل تختلف هذه التظاهرات عن سابقاتها؟ يعني بداية تحية لجميع الطائرين في العراق في بغداد وجميع المحافظات. نعم، هذه المظاهرات تختلف عن بقية التظاهرات من حيث المطالب، من حيث الأداء، من حيث التنظيم، عدة يعني عوامل وتختلف عن بقية المظاهرات. المطلب الذي يختلف عن المظاهرات السابقة هذا هنا يطالب بإسقاط النظام، وليس بمطلب فئوي أو مطلب إسقاط حكومة. لازم نميز بين الحكومة والنظام، فهذه واحدة من أهم المطالب. زخم هذه المظاهرات وحجمها وكثافتها وشجاعتها ودخولها إلى مناطق يعني حساسة جدا في الدولة، واستنفرت وزارة الدفاع جميع الأجهزة الأمنية والميليشيات، كل هذه استنفرت من خلال وجود هؤلاء المتظاهرين الشباب. لو لم يكن هناك قبضة أمنية قوية جدا لكانت موجات بشرية كبيرة جدا، وجميع هؤلاء كلهم يتفقوا على هدف واحد استراتيجي وهو إسقاط النظام. وربما المتغير الذي طرأ هذه المرة في التظاهرات التي انطلقت أمس هي خروج المتظاهرين بدون غطاء سياسي وبدون سيطرة الأحزاب. يعني ما يميز النظام العراقي أنه نظام برلماني لا توجد فيه معارضة سياسية، وهذه حالة شاذة بجميع النظم البرلمانية. لابد أن تكون هناك معارضة وهناك حكومة. في النظام العراقي جعلوا جميع من يشترك في الانتخابات يكون جزء من الحكومة، فهنا غابت المعارضة، أصبح الشعب هو المعارضة. لا توجد معارضة سياسية دستورية من خلال البرلمان، لأنه أعضاء البرلمان جميعهم ذهبوا إلى الحكومة، ليس لديهم برنامجا للمعارضة، ولا يمكن أن يقتنع أحد من الشعب العراقي بأنه رجل مشارك أو كتلة مشاركة في الحكومة ولديها وزراء ومسؤولين ثم يدعي المعارضة. هذا كذب ويضحك على الذقون. فهنا الشعب خرج كمظاهرة. أعتقد غياب الرمز أو غياب القوى السياسية حتى لو كمعارضة سلاح ذو حدين، لأنه ممكن أن تستهدف وممكن أن وفي نفس الوقت يعني تنجح، ممكن أيضا أن تنجح، لأنه المظاهرات إذا وجود لها رمز طبعا هو عامل زخم كبير جدا، لكن في النظم الدكتاتورية والميليشياتية أسهل ما يكون استهداف هذا ومن ثم إنهاء هذه المظاهرات. فهذه المظاهرات تتميز بزخمها الكبير، لا يوجد شخص يستطيع أن يتبناها، لا حزب يستطيع أن يتبناها، ولا يجرأ أحد على تبنيها. قبل هذه التظاهرات الكبيرة الشعبية أستاذ حسين، كانت هناك تظاهرات فئوية، نقابة الأطباء حملت الشهادات العليا، هل تعتقد أنها كانت إرهاصا لهذه التظاهرات؟ هي امتداد. المظاهرات في العراق بدأت منذ عام 2003 وإلى الآن وعلى شكل مراحل. بدأت في المناطق الغربية، بدأت في بغداد، ثم الحركة الطلابية، ثم في المناطق الغربية ونضجت في 2011 ونعم، وكانت مليونية في الرمادي وفي الموصل وإلى آخره، وقمعت وشيطنت ودعشنت وإلى آخره. كل هذا هي امتداد إلى ما وصلت إليه اليوم، وقد يجوز تكون هذه حاسمة أم تكون امتداد لما هو أشد وأكبر وأعنف منها. هذه التظاهرات أستاذ حسين تأتي في مرحلة لتقييم حكومة عادل عبد المهدي بعد سنة، أكثر من سنة على أدائها، وتأتي في ظل عملية سياسية يصفها المراقبون ويصفها المواطنون كذلك بأنها فاشلة. ما أهمية هذا التوقيت الذي جاءت فيه هذه التظاهرات؟ أعتقد هو مجموعة تراكمات التي نالت الشعب العراقي، وحالة الانفصام التي وصل إليها الشعب العراقي ما بين الحكومة وما بين الشعب وصلت إلى طرق مسدودة. يعني عادل عبد المهدي هو جزء من المنظومة من سبقه في قضية الفساد والوعود والآخرين. اليوم الشعب العراقي بعد لا يثق باللجان، لا يثق بتحقيقات، لا يثق بشيء. ولكن أهم ما يميزها أنه فقدت الثقة ما بين جهتين، الجهة السياسية والجهة الدينية. سابقا كانت بعض الجهات الدينية تدخل على الخط وتفسد عملا، وأصبحوا هم يعني غطاء للدكتاتور وغطاء للفساد وشرعنا للإجرام. اليوم فقدت هذه الثقة. تلك الفئتين التي هم يمثلان رأس النظام العراقي، النظام العراقي هو نظام ثيوقراطي مقنن، دين وسياسة.
ومورس الفساد من خلال هؤلاء الاثنين. لهذا السبب هنا حالة الانفصام وصلت ما بين الشعب وما بين هذه الفئتين الحاكمة في العراق. فأعتقد هي مجموعة تراكمات وصلت إليه الآن، انفجرت الآن، قد يجوز تنهي هذا الملف وقد يجوز تستمر أيضا وتأتي موجات ما بعدها أكبر حسب الدعم الخارجي والدعم الدولي. نحن كدولة نامية، دولة عالم ثالث، لابد أن يكون رأي للمجتمع الدولي فيما يجري في العراق، لا يمكن أن يغض الطرف عنه، لا يمكن أن يكون هذا الحالة الموجود في العراق ومجلس الأمن والأمم المتحدة وبقية الدول الكبرى أعضاء مجلس الأمن ليس لهم رأي فيما يجري. هذا ما تفسر ذلك أستاذ حسين؟ حتى الآن ليس هناك أي تعامل دولي مع ما يحدث بحجم ما يحدث، يعني حتى الإعلام العربي والعالمي، الإعلام العربي أصبح هو كله يعاني من أزمة واحدة، إعلام حكومي، والحكومة عادة ما الحكومات شيطن المتظاهرين، مندسين، دعم خارجي إلى آخره. بدأت التصريحات من قبل الولايات المتحدة، وبدأ التصريح أيضا من قبل الأمم المتحدة. نعم، هذه المظاهرات لماذا تختلف؟ هنا حركت الحدث كلما كان كبير الإعلام هو يأتي عليه ويفرض نفسه على الإعلام ويفرض نفسه على القوى السياسية الدولية. قوة هذه المظاهرات فرضت نفسها على الولايات المتحدة، على الأمم المتحدة، قد يجوز غدا يكون حراك داخل مجلس الأمن. هذا كله حسب زخم المظاهرات وحسب نوع الأداء ماله. فهذه اختلفت أنه هناك فرضت نفسها على المجتمع الدولي. أما النظام العربي فحقيقة لا يمكن أن يعول عليه، لأنه هو جزء من منظومة الفساد، واحد يشرع للآخر الظلم والفساد وإلى آخره. والإعلام العربي الرسمي أيضا لا يمكن أن يعول عليه، لأن لن تجد منه إلا شطرة المتظاهرين والتباكي على هذه النظم الفاشية. أستاذ حسين، كيف تقرأ الهتافات التي رفعها المتظاهرون المناهضة لإيران ولسيطرة إيران على الشأن العراقي؟ يعني هم اختصروا المسافة ومباشرة شخصوا أس المشكلة، ويدركون اليوم الشعب العراقي بأنه إيران لها الهيمنة المطلقة على العراق، وهذه الهيمنة ظهرت ونتاجها السيء وإفسادها للمجتمع العراقي، سواء بتمزيق وحدة ولحمة هذا المجتمع بنشرها للفساد، المخدرات، تمزيق المجتمع. فأصبح وعي عام لدى الشعب العراقي وليس وعي نخبوي. اليوم لاحظوا الشباب اللي يظهرون بالتلفزيون شباب يعني عاديين جدا، واموالدهم يعني اعمارهم عشرينات كذا. ما الذي اوصل لهذا الشاب هذا الوعي؟ هو حجم المشكله والطامه الكبرى التي وصلت عامه المجتمع العراقي، فاصبحت هي قضيه واضحه، قضيه عامه. فهم اختصروا المسافه وشخصوا اس المشكله. ولكن في غضون يومين كيف ترى التعامل الحكومي حتى الان؟ رد الفعل من قطع الانترنت، استخدام العنف والقوة المفرطة الآن، كيف تفسر ما يحدث؟ وإذا استمرت واستمر هذا الزحف الجماهيري، كيف ستتعامل الحكومة؟ يعني شوف، أنه يعني لم أتفاجأ من تعامل الحكومة العراقية أنه ستستخدم العنف، وقد يجوز تستخدم العنف المفرط إذا ما حددت بقائها وكيانها. وعلى الثوار أيضا أن يدركوا أنه من الصعب العودة، خطوات إلى الأمام من الصعب العودة، لا فائدة للعودة. والثورة لابد أن تكون لها يعني تضحيات، والثورة لها فلسفة لا يحملها كل شخص ولا يحملها كل إنسان عادي، وخاصة السياسة الفاسد لا يحمل فلسفة الثورة ولا يفهمها. لهذا السبب الثوار عليهم أن يمضوا إلى الأمام ولا ينظروا إلى الخلف، لا يفكرون بالعودة، ولأنه ما بعد سيكون هناك اعتقالات وقد يجوز اغتيالات، وقد شاهدنا مثل هذه التصرفات في مدينة البصرة، ومنهم من هجر إلى مناطق كردستان كله بسبب خروج المظاهرات. أعتقد الذهاب إلى الأمام هو الأفضل والحل للمظاهرات. والاستمرار من جهة، أهمية الاستمرار من جهة، ونريد الحديث أيضا عن نقطة أخرى وهي عدم السماح بخروج مظاهرات في محافظات أخرى وحظر التجول الذي تم فرضه، كيف تفسرون ذلك؟ هو حظر التجول أعتقد عندما تكون هناك ثورة تبقى الثورة هي اللي تحدد، ممكن أنه لا تلتزم، لأن من خرجت بهذه المظاهرات وتطالب بإسقاط النظام لا يمكن أن تلتزم بموضوع حظر التجوال. هذا يعني هذه مسألة يعني لا بد يدركها الثوار. أما بعض المناطق أنه لا يسمح لها بالخروج وإلى آخره، أعتقد أنه بعض المناطق الغربية والمناطق الشمالية هذه هذه المناطق منكوبة، والمناطق المنكوبة لا تستطيع أن تظهر أو تخرج مظاهرات، ولكن هي أول من بدأت المظاهرات وهي أسست لهذه المظاهرات، وهي بفضل هؤلاء امتدت إلى مناطق الجنوب. سابقا كانت تطلع هنا ولم تخرج هناك، لكن هذه المظاهرات هي لم تخرج من الجنوب كقضية طائفية، بل خرجت بمشروع وطني بشعار وطني.
وهي ضد الطائفية سواء خرجت في الجنوب أم خرجت في الشمال، كما خرجت في محافظات الغربية لم ترفع شعار الطائفية، ولكن هكذا هي الحكومات، لابد أن تشيطن، لابد أن تتهم. والغريب أنه جميع التهمون أنه هذه مدعومة من الخارج وهذه يا سيدي من الذي أوصلك إلى السلطة؟ ألم تأتي على الدبابة ولم تأتي القوى الخارجية المحتلة وليس قوة دولية محايدة أوصلتك إلى السلطة؟ فلماذا ربطني بدائها وانسلت؟ عليك أن تراجع نفسك وتراجع تاريخك، كنت جزء من منظومات معادية للعراق وأوصلتك إلى السلطة، تأتي وتتهم متظاهر بأنه مدعوم من الخارج، هذا غير ممكن وغير ما ولكن متوقع من الأنظمة العربية وخاصة في العراق أنه يتهمون هذا المتظاهر. وماذا تريد للحكومة والسلطات أكثر من تعبير رأي عام شعبي بهذه الطريقة كاستفتاء شعبي الآن لرفض هذه الحكومة والشعارات واضحة، يعني ماذا تريد أكثر؟ يعني الرسالة وصلت. نعم. ومع تحدي، يعني هو أكبر من أن يكون استفتاء، هذه الرسالة هي أكبر من استفتاء. صحيح. لأن الاستفتاء طريقة ورقة قد يجوز تحطها، هذه خرجت بصدور عارية وبكلمة شجاعة تقابلها الرصاص، ومع هذا هي خرجت وقالت كلمتها، فهي أكبر من استفتاء ورسالة يجب أن تصل، ويجب أن يفهموا أنه 80% التي لم تخرج إلى الانتخابات هذا هو صوتهم، وأعتقد سينضم إليهم 20 الذين ذهبوا إلى الانتخابات رغما عنهم. كيف تتوقعون أن تتعامل الحكومة مع هذه التظاهرات بعد يومين وعزم هؤلاء الشباب على الاستمرار لأكثر؟ يعني أعتقد الحكومة ستزيد من بطشة، ولكن أي نعم، ولكن نأمل من بعض القوات الأمنية أن تنحاز إلى الشعب وتنحاز إلى المتظاهرين وتحميهم، وأسوة ببقية الجيوش العربية التي انحازت إلى شعوبها. والجيش العراقي هو ليس بدعا عن بقية الجيوش، بل هو قد يجوز من أفضل الكثير من الجيوش، ينحاز إلى شعبه وينحاز إلى أمته، لأنه لن يستطيع الجيش العراقي أن يبقى يقتل بالشعب العراقي من أجل منظومة فاسدة لها ارتباطات خارجية معادية للشعب العراقي، لا تملك مشروع وطني. فمن صعب على الجيش أن تحمي هكذا أنظمة، فلا بد أن تنحاز للشعب، وإذا ما انحازت بعض القوات الأمنية إلى الشعب أعتقد ستحسم الموضوع. إذا ثبت هذا الحراك الشعبي وواصل مسيره وتوسع في جميع أنحاء العراق، هل تتوقع أن يسيس هناك من سيركب الموجة من السياسيين؟ وما نصيحتك للشعب؟ الوعي لدى المتظاهرين لدى الثوار أصبح وعي عالي جدا. أما المحاولات لتسييسها أو محاولات ركوب هذه الموجة موجودة ومستمرة، ولكنها لم تفلح، لأنه قلت لك أنه جهتين أصبح انفصام ما بينهم وما بين المجتمع، رجال دين معممين وساسة. طبعا الإسلام بريء منهم، يعني بتكلم رجال دين نقول يعني ليس إحنا نريد نسيء للإسلام، ولكن هؤلاء تكلموا باسم الإسلام والإسلام بريء منهم، وأفسدوا كثيرا وأساءوا للإسلام، لهذا سبب حالة الانفصام اليوم اللي موجودة. من الصعب جدا ركوب هذه الموجة والثوار على وعي كامل، لأنهم خرجوا عليهم. فكيف سيركبوا هذه الموجة؟ لا يستطيعون، وهم جزء من منظومة فساد موجودة تدير شأن البلد منذ 16 عام. كيف تقرأ خطاب الحكومة في محاولة لامتصاص غضب الشعب العراقي الذي خرج اليوم للشارع؟ مفقود الثقة، لا تثق، لأن هناك في المظاهرات السابقة كثير من اللجان تشكلت وانتهت، كثير من الوعود وعدتها الحكومة ولم تنفذ، لهذا سبب فقدان الثقة لا يجعل المتظاهر والثائر أن يثق بهذه الوعود، يحتاج إلى طرف ثالث، الطرف الثالث لابد أن يكون أيضا له قوة حتى يفرض نفسه، بمعنى تدخل الدولي، تدويل قضية العراق ضرورية اليوم، لا أحد يزايد علينا بالوطنية ويزايد على المتظاهرين بالوطنية، تدويل قضية العراق وهذا الظلم الذي نزل العراق وتدخل وهيمنة إيران على العراق لابد من تدويله. اليوم السجون المعتقلات الأبرياء اللي محكومين بالإعدام المحكومين بالمؤبد جميع هؤلاء بدون أي محاكمة شفافة، ألا تستدعي للتدخل الدولي لحسم هذا؟ هذا الأمر لابد أن يدركوه، يعني لسنا خارج العالم ولسنا جزء من هذه المنظومة الدولية العالمية. نعم. هل تعتقد أن جعبة عبد المهدي الآن أفرغت من أي تعامل لقمع المتظاهرين إذا لم نجد يعني من طرفهم أي رد حتى الآن غير البيان الباهت لعبد المهدي؟ أعتقد جعبة عادل عبد المهدي منذ استلامه الوزارة إلى الآن هي فارغة، لا يوجد بجعبته شيء سوى يعني حتى أكسجين ما بيه. هذه الجعبة يا أخي هيمنة الكتل السياسية
وإيران، حلفاء إيران داخل الكتلة السياسية لا تجعل لأي رئيس وزراء أن تكون له سلطة ويستطيع أن يعطي مبادرات حقيقية يحل مشاكل المتظاهرين، يحل مشاكل الشعب، يحل. لا يوجد لديهم، لا يوجد لديهم صلاحيات. هناك قوى خارجية فرضت نفسها على الحكومة العراقية، وهذه الحكومة بقت تتقبل هذه، يعني تعيش حالة فساد مالي وتأخذ هذه الرواتب السحت وعايشة وهكذا قابلة بالوضع. قاسم سليماني من يحكم العراق ومن يفرض إرادته على الآخرين بما فيهم رئيس الوزراء وهم يدركون ذلك، فأعتقد ليس في جعبته شيء ولا يوجد من بعده إن كان من ضمن هذه المنظومة أن تكون في جعبته شيء للحلو. أستاذ حسين، لو تحدثت قبل قليل عن قضية التدويل، ما هي التصور الذي ممكن أن يكون من خلال هذا التدويل؟ أتقصد من ذلك منظمة الأمم المتحدة؟ بالتأكيد، لكن منظمة الأمم المتحدة تحتاج قرار من مجلس الأمن. لابد أن يكون قرار من مجلس الأمن إدانة هذا القتل وإدانة هذه السجون، إدانة تصرفات الحكومة. هنا الأمم المتحدة تكون موقفها أكبر وأقوى وأثقل. بدون قرار مجلس الأمن تكون قضايا، يعني قرارات الأمم المتحدة أشبه ببياناتها السابقة أنها تستنكر وأنها تتوج وإلى آخره، هذه ليست لها قيمة. لكن لابد من قرار مجلس الأمن، ومن ثم الأمم المتحدة تكون لها وزن. اليوم مثل الأمم المتحدة موجود منذ 16 عام وهو منحازل الحكومة، فأيضا لا يمكن أن أثق بها بدون قرار مجلس الأمن. شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث السياسي حسين سبعاوي، كنت حاضرا معنا في استوديو الرفيدة. شكرا لك.